Thomas, mi sono prenotato. Arrgia a voce, arrgia a voce. Capito? هناك مشروع مدرسة ثانوية لهذه القرية. المؤمنون ينذرون أهالي قرية المغير بكل مؤسساتها أن المبلغ المرصود لإنجاز هذا المشروع الحيوي وهو بقيمة 1,200,000 دولار سوف يتبخر خلال الأيام القريبة القادمة، لأن هناك اعتراض على قطعة الأرض المنوي بناء مدرسة ثانوية عليها، وهذا الاعتراض جاء بعد انتهاء الفترة القانونية لتقدير الاعتراضات في مشروع التسوية في قرية المغير. لذلك مطلب أهلنا في قرية المغير أن يتم حل هذه المشكلة فورا وسريعا قبل أن يتبخر هذا المشروع وتخسر هذه القرية المناضلة الصامدة التي قدمت الشهداء والأسرى وهي خط الدفاع الأول أمام المستوطنين وأمام جيش الاحتلال. لذلك لا بد أن تحل هذه القضية، وسيكون بعد لحظات اجتماع لممثلي هذه القرية مع محافظ محافظة رام الله وغيره من أجل حل هذه المشكلة. كلنا هنا مع أهلنا في قرية المغير لإنهاء هذه المشكلة. التحية لكم لصعودكم لوجودكم في هذا اليوم حيث جاء الطلبة وجاء مجلس قرية المغير وكل مؤسسات المغير من أجل والآن نحن هنا اليوم في هذه الوقفة الإسنادية لأسرانا الأبطال، الأسرى بشكل عام والأسرى المضربون إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال بشكل خاص. نرحب بذوي الأسرى المضربين الذين جاءوا من محافظات الوطن من أجل إبراز قضية أبنائهم المضربين، ونحن معهم في هذه الوقفة الإسنادية التي خصصت للأسرى الستة المضربين ولأسرى حركة الجهاد الإسلامي وللأسيرات المضربات الماجدات وللأسرى الذين دخلوا في إضراب إسنادي مع الأسرى المضربين إضراب مفتوح عن الطعام. نحن هنا اليوم لنكون لأسرانا المضربين سواء الأسرى الستة كان الفسفوس على العرض القاسمي وأبو حواش، ولنكون لهيم وأبو عجل هؤلاء الأبطال الستة الذين يتواصلون في إضرابهم. تم تجميد الاعتقال الإداري لإخلال من هؤلاء الأسرى، تم تجميد الاعتقال الإداري لكادي الفسفوس معتصمة القواسمي، ولكن ما زال هؤلاء الأسرى متواصلون ضد استمرار اعتقالهم الإداري. أسرى حركة الجهاد يتواصلون في إضرابهم، البعض منهم امتنع عن تناول الماء والطعام، وهذا يعني أن الإضراب هو خطير منذ بدايته. لذلك نحن هنا اليوم لنعلن صوت عاليا ولنعلن عن برنامج وطني فلسطيني لإسلام الحركة الأسيرة الفلسطينية، وخاصة أن الأسرى يتواصلون في الإضراب المفتوح عن الطعام ضد الاعتقال الإداري وضد السياسات التنكيلية لأسرى حركة الجهاد وضرورة تحرير مرقبهم بإعادة الدخول على ما كانت عليه قبل السادس من الشهر الماضي عندما نجح ستة من أسرانا في تحرير أنفسهم من سجن
لذلك الأسرى هم أبناؤنا، هم أبناء الفصائل، هم أبناء المؤسسات، هم أبناء كل من ينتمي إلى هذا الوطن الفلسطيني. لذلك سنضعكم في صورة آخر تطورات الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية مع كلمة كل مؤسسات الأسرى والقوى مع أخي كنطونا فارس الذي يتواصل ليل نهار مع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية من أجل أن يضعكم في صورة الأسرى داخل السجون. وسنستمع إلى ذوي الأسير كان فسفوس وذوي الأسير أبو هواش أعلموا أنه يقف إلى جانبي وهنا عائلاتهم، أعلموا أنني بكلماتي أوجعهم وأقلقهم، لكن هذه هي الحقيقة، إذ يجب أن يتألم كل أبناء الشعب الفلسطيني لألمهم، أن يتوجعوا لوجعهم وأن يعبر عن ذلك في مساندة شعبية واسعة لهذه الملحمة البطولية في مواجهة قانون بائد متخلف عنصري جائر، ألا وهو قانون الاعتقال الإداري. وفي هذه الأثناء أيضا يسطر الأسرى ملحمة بطولية أخرى في الدفاع عن حقوقهم وعن أطرهم وتشكيلاتهم الاعتقالية والنضالية والتنظيمية، إذ أن حكومة الاحتلال تريد أن تقوض ما بناه الأسرى على مدار عقود من الزمن، أن تهدم هذه المنظومة لتهدم روحهم ولتهدم روحنا. إن مشروع انتصار إسرائيل، هذا المشروع العنصري، يضع في مركز اهتمامه الأسرى، لأنهم يعلموا أن هذه الجبهة المفتوحة دائما، الملتحمة دائما، المشتبكة دائما مع الاحتلال، إذا أصابها الضيم أو إذا أصابها الضعف سنضعف جميعا، سيضعف مشروعنا الوطني. إسرائيل تريد أن تحولنا إلى أناس يطالبون بحقوق مدنية وليس بحقوق وطنية. لذلك فإن هذه المعركة التي يخوضها أبطالنا هي معركة نيابة عن كل الفصائل، هي معركة نيابة عن كل الأطر والتشكيلات المنظمة النقابية والمجتمعية والمهنية، هي معركة كل فلسطيني، هي معركة الفلسطيني الموجود في الشتات. لذلك يجب أن نضمن من خلال مشاركتنا، من خلال اشتباكنا مع هذا العدو، أن نضمن لهم الانتصار. في هذه الأثناء العشرات من أبنائنا وبناتنا يتعرضون إلى سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وهذا نموذج هذا القائد البطل ناصر أبو حميد الذي أجريت له عملية معقدة بالأمس، وآخرين من إخوته أيضا ينتظرون من سنوات أن تجرى لهم العمليات. في هذه الأثناء تجري مفاوضات ماراثونية في سجن النقب، وقبلها كان بالأمس مفاوضات على مدار الساعة مع الأسرى من كافة الفصائل عبر لجنة الطوارئ الوطنية التي شكلت من أجل التوصل إلى صيغة تمكن من إنهاء الإضراب الجماعي. فاليوم هو يوم حاسم، فإما أن تتراجع مصلحة السجون عن إجراءاتها القمعية
واستغلالها البشع لعملية نفق الحرية، وإما وبالتالي يعلق الإضراب وينتصر الأسرى ويستعيد حقوقهم، وإما أنه يوم غد سوف ينضم المئات للإضراب من كافة الفصائل، إضافة إلى أن 100 استشهادي سينضمون في إضراب مفتوح عن الماء، أي أننا في مشهد جد خطير تستدعي منا الاستنفار الوطني. نعم، ندعو إلى استنفار وطني في الضفة الغربية، في قطاع غزة، في القدس، في فلسطين المحتلة عام 48 باعتبار هذه معركة الجميع. وختاما أسأل الله العلي القدير أن يمن على هؤلاء الأبطال، هؤلاء الفرسان، هؤلاء البواسل، المناضلون، الأفذاذ، أن يمن عليهم بنصر عزيز كريم يليق بهم وبكفاحهم ويليق بشهداء فلسطين، نصر يليق بالمسجد الأقصى وبكل مقدسات فلسطين. والسلام عليكم ورحمة الله. سنبدأ أهالي الأسرى المضربين. الآن سنبدأ في المؤتمر الصحفي لذوي الأسرى المضربين عن الطعام، ذوي الأسير كايد الفسفوس، ذوي الأسير علاء الأعرج وأبو هواش المتواجدون هنا. سنبدأ بالمؤتمر الصحفي لذوي الأسرى المضربين حتى تطلعون على آخر أوضاعهم سواء الصحية. إذا حد من أهل مقداد القواسمي يتفضل، يتفضل يتفضلوا أهالي الأسرى المضربين واحد واحد عن كل الأهالي هون لو سمحتوا، كل أهالي الأسرى اللي بيحكوا يتفضلوا. تعال يا خالد الفسفوس، أهالي الأسرى المضربين يتفضلوا هون، يتفضلوا هون أهالي الأسرى المضربين عن الطعام. الكلمة الآن لخالد الفسفوس عن كلمة ذوي الأسير كايد الفسفوس، فليتفضل. مسكن مع بعض كدم شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. في البداية نتوجه بالتحية لكافة أسرانا في سجون الاحتلال، وخاصة الأسرى الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري اللا إنساني، وعلى رأسهم شقيقي الأسير البطل كايد الفسفوس الذي يواصل إضرابه المفتوح لليوم 98 على التوالي، والذي يمكث حاليا في مستشفى برزلاي الاحتلالي في وضع غاية في الخطورة، علما أنه اعتقل منذ ما يزيد على العام. وكما شاهد الجميع فإن كايد الفسفوس وقبل اعتقاله لقد كان رياضيا بامتياز ولاعب كمال أجسام، فقد بلغ وزنه قبل خوضه الإضراب 95 كيلوغرام، والآن وبعد استمراره في الإضراب لقد خسر أكثر من نصف وزنه جراء إضرابه المتواصل عن الطعام، ولا يزال يرفض كافة أنواع الفحوصات الطبية، ويعاني من آلام حادة في كافة أنحاء جسده الهزيل. وفي آخر تقرير طبي صدر من مستشفى برزلاي الاحتلالي الذي يوضح بأن كايد معرض لخطر الموت الحقيقي في أي لحظة، وإنه لا سمح الله لو تدهور وضعه الصحي فإن أطباء المستشفى لن يستطيعون السيطرة على وضعه الصحي بسبب رفضه تناول المدعمات والفيتامينات. بالإضافة لذلك هناك تخوف حقيقي على حياته من قبل قطعان المستوطنين الذين يمارسون التحريض بشكل يومي ضد أسرانا المضربين عن الطعام، وقد حاول بالأمس الدخول إلى غرفة الأسير البطل مقداد القواسمي المتطرف بنكفير برفقة غلاة المستوطنين،
وهنا أصبح من الواضح أن أسرانا الذين جمد اعتقالهم الإداري ليسوا بأمان داخل مشافي الاحتلال. لقد شاهد الجميع جوان الفسفوس، طفلة الأسير البطل كايد الفسفوس، وهي تناشد العالم أجمع لإنقاذ حياة والدها مراراً وتكراراً، ولكن لا حياة لمن تنادي. وللأسف الشديد، ونتحدث هنا بكل صراحة رغم شكرنا العميق لكل من وقف وساند أسرانا، إلا أن هذه الوقفات لم ترتقي لحجم الألم والتضحية التي يضحيها أبناءنا. لقد شاهدتم جميعاً كيف طردت طفلة جوان من المشفى وحرمت من أن تقف على رأس والدها الذي الآن يعاني سكرات الموت بحجة عدم امتلاكها تصريح لزيارة والدها. إننا ندعو الجميع للوقوف عند مسؤولياته الوطنية والأخلاقية تجاه أسرانا قبل فوات الأوان. وهنا نوجه رسالتنا إلى السيد الرئيس أبو مازن بأن أبناءك أمانة في عنقك أمام الله وأمام الناس أجمعين. نحن نريد أبناءنا محمولين على الأكتاف منتصرين ليعودوا إلى عائلاتهم وإلى حياتهم، ولا نريد أبناءنا محمولين على الأكتاف شهداء مع اعتزازنا الكبير بشهدائنا رحمهم الله. من هنا وللمرة الأخيرة يجب على الكل وعلى جميع الجهات أن تقف وقفة ترتقي لمستوى هذه التضحيات العظيمة في سبيل حرية وكرامة شعبنا. شكرا لكم. عم معتصم مقداد الكلمة الآن لذوي عائلة الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمي مع عمه، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وباسم الأسرى وباسم كل الأحرار نقف هذه الوقفة تضامنا ومساندة، ليس فقط للمضربين عن الطعام حتى ينالوا حريتهم، بل باسم الأسرى جميعا وباسم الأحرار جميعا. إنها خطوة في طريق التحرير، تحرير الأسرى وتحرير الوطن وتحرير كل الذين يستحقون الحرية. نحن هنا أتينا لنعبر عن سخطنا للمسؤولين في هذا البلد، في فلسطين وفي غير فلسطين، حيث يدعون الأحرار الذين يناضلون من أجل شعبهم ومن أجل دولتهم ومن أجل العروبة ومن أجل الحرية في كل مكان. إنهم يسيرون بخطى ثابتة نحو التحرير ونحو الحرية، ويجب على كل الأحرار في فلسطين وفي غير فلسطين أن يقفوا صفا واحدا في وجه المتغطرسين المحتلين الذين لا يراعون إلا ولا ذمة، الذين جاءوا ليدوسوا على رقابنا وعلى حريتنا وعلى كرامتنا وعلى مقدساتنا. المضربون عن الطعام هم عنوان الحرية. المضربون عن الطعام إنهم يقومون بذلك من أجلكم رجالا ونساء صغارا وكبارا، فيستحقون منا كل إجلال وكل احترام. فأين من يقف إلى جانبهم؟ أين من يرفع صوته إلى صوتهم؟ إنكم إن تخذلونهم فإنما تخذلون الوطن بأسره، الأحرار بأسرهم، الأسرى بأسرهم. فيجب على كل مسؤول
أن يقدم ما يستطيع، ومن يتخلى عن دوره فإنما يكون شريكا في الجريمة التي يمارسها الاحتلال. أن الاحتلال لا يمارس الجريمة فقط ضد الأسرى وإنما ضدكم جميعا، فيجب علينا جميعا أن نقف وقفة رجل واحد في وجه المحتل الذي لا يرى كما قلت إلا ولا ذمة، الذي يريد بلدا خاليا من أهلها. هذا المحتل الذي يدوس على كرامة السلطة قبل كرامة الأسرى، فيجب على المسؤولين في هذا البلد أن يتحمل المسؤولية أن يكون رجل، إنما انتخبهم الشعب ليمثلوا دورهم الذي يجب أن يكونوا فيه، والذي وإننا نحملهم المسؤولية أمام الله أولا وأمام الشعب وأمام كل الأحرار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في خلاص إخواننا وأهلنا المضربين عن الطعام الذين يساقون إلى الموت رغم أنوفهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة ذوي الأسير علاء الأعرج مع والدة الأسير فلتتفضل. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على النبيين المرسلين، سلام على الشهداء في عليين، سلام على أسرانا خط الدفاع الأول المناضلين، سلام على أسرانا المضربين عن الطعام الصامدين. بدي أحكي أنا والدة الأسير.